السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية القيام بعملية البحث بين تاريخين معينين داخل قاعدة بيانات من نوع أكسس بالاعتماد على لغة البرمجة Visual Basic .NET. على بركة الله، بعد فتح بيئة التطوير Visual Studio نذهب إلى New Project، ثم نختار Visual Basic، ثم نوع المشروع Windows Forms Application، نغير اسم المشروع ونسميه مثلا Between Dates. هنا براوز لتحديد مكان الحفظ، سأحفظه في الديسكتوب ثم أعمل OK. الآن إخواني وأخواتي سنقوم بتصميم الفورم، يعني الأدوات التي سنحتاجها. قلنا سنحتاج إلى تاريخين، التاريخ الأول والتاريخ الثاني، ثم أداة لعرض النتائج، إما نختار List View أو داتا جريد فيو، ثم زر. بعد الضغط على هذا الزر يتم تنفيذ عملية البحث. ننتظر حتى يقوم بتهيئة البيئة. نغير مقاس الفورم. تول بوكس، نسحب أداتي دات تايم بيكر الأداة لتحديد التاريخ، أو نعمل لها كوبي وباست. ثم أداة داتا جريد فيو أو ليست فيو، كلتا الأداتين تستخدمان من أجل عرض البيانات على شكل جدول. نغير مقاسها ثم نضيف زر الذي بالضغط عليه يتم تنفيذ عملية البحث. الآن تعالوا بنا نغير نصوص الأدوات. هنا باتن 1 نكتب مثلا ابحث. هنا أيضا سنحتاج إلى إضافة ليبلز لعنوانة هذه الأدوات لكي يكون البرنامج واضحا. هنا مثلا التاريخ الأول أو تاريخ البداية، نعمل له كوبي ثم باست، كنترول سي كنترول في لإجراء عملية النسخ واللصق. هنا التاريخ الأول وهنا التاريخ الثاني. الحمد لله، تقريبا انتهينا من عملية التصميم. للتوضيح فقط إخواني وأخواتي، فسنحتاج هذه الأدوات بالشكل التالي: يقوم المستعمل باختيار التاريخ الأول، ثم يختار التاريخ الثاني، ثم يضغط على زر البحث، فيتم إظهار جميع البيانات الموجودة بين هذين التاريخين في أداة Data Grid View. الآن ننتقل إلى Microsoft Access لإنشاء قاعدة البيانات. ندخل إلى Microsoft Office، نضغط على Blank Database لإنشاء قاعدة بيانات جديدة، نسميها مثلا My Data. هنا بعد الضغط على هذا المجلد سنتمكن من تحديد ملف أو مجلد الحفظ، سنحفظها أيضا في الديسكتوب. أوكي، ونعمل لها Create. الآن تم إنشاء قاعدة البيانات، نقوم بإلغاء هذا الجدول الافتراضي، نعمل له Close، لسنا في حاجة إليه. سنأتي إلى التبويب Create ونختار Table Design لإنشاء جدول جديد. هنا الفيلد نيم، عندنا الحقل الأول، ID نوعه مثلا Auto، يعني يكون قيمته تتغير تلقائيا، Auto Number. هنا الحقل الثاني وهو حقل التاريخ، نسمي مثلا Date Login. نوعه مثلا Dot Time. والحقل الأخير وليكن مثلا Remarks، ملاحظات، نوعه Text. الحقل أيضا نجعله حقلا أساسيا Primary Key، نقوم بتحديده والضغط على رمز المفتاح، ثم نعمل Save لحفظ الجدول، نسمي مثلا Table Test. ثم نقوم بتعبئة هذا الجدول ببعض البيانات التجريبية. هنا مثلا التاريخ الأول، مثلا 17 سبتمبر 2013، ملاحظات مثلا I'm logging to system. السطر الثاني مثلا بتاريخ 27 سبتمبر، My name is خالد. فقط يعني بيانات اعتباطية. بعد الانتهاء نقوم بإنزال قاعدة البيانات ونعود إلى الفيجوال ستوديو. والآن على بركة الله سنقوم بكتابة الكود. انتبهوا جيدا إخواني وأخواتي، ننتقل إلى نافذة الكود View Code.
أول شيء نقوم به هو جلب مجال الأسماء الخاص بالتعامل مع قواعد البيانات من نوع Access Import System.Data.OLEDB. لاحظوا بالنسبة للأكسس نستخدم البروفايدر OLEDB. إذا كنا في حاجة إلى التعامل مع قواعد البيانات من نوع SQL Server سنتعامل مع Namespace SQL Client. الآن إخواني وأخواتي سنحتاج إلى كائنات IDO.NET لإجراء الاتصال مع قاعدة البيانات. أول شيء سنحتاج إليه وهو الكونكشن as new OLEDB connection وبين مزدوجتين نضع نص الاتصال connection string. ثم سنحتاج إلى خادم يقوم بجلب البيانات من قاعدة البيانات ووضعها في أداة data table. هذا الخادم كما أسميناه في إحدى الحصص في شذرات برمجية كنا قد أسميناه الخادم data adapter as new OLEDB Data Adapter. ثم سنحتاج إلى حاوية للبيانات Data Table أو Data Set as new Data Table. هذه الكائنات التي سنحتاجها فقط. على بركة الله نقوم بكتابة نص الاتصال. نص الاتصال كما كنت قد أشرت إليكم إخواني وأخواتي فمن الأفضل أن نقوم بحفظه. إذا استعصى علينا حفظه سنقوم بكتابته عبر الويزرد يعني عبر المعالج. نأتي إلى التولز ونختار Connect to Database. ستظهر لنا هذه النافذة. من هنا نقوم بتغيير البروفايدر نعمله change بدل SQL Server نختار Microsoft Access Database File ثم نضغط على OK ثم نضغط على Browse لتحديد ملف قاعدة البيانات. هذا هو الملف اسمه MyData نعمله Open. يقول نعم الملف مفتوح. طيب نعمل Close لقاعدة البيانات ثم نعمله Open. Test connection succeeded. تم الكونكشن تمت بنجاح. نعمل OK. سيتم إضافة قاعدة البيانات على السيرفر الخاص بالفيجوال ستوديو. لاحظوا في السيرفر إكسبلورر هذه هي قاعدة البيانات. نص الاتصال connection string موجود في نافذة البروباسيس. لاحظوا إخواني هذه connection string نعمل لها copy وباست. طيب على فرض أن هذه النافذة غير ظاهرة عندكم بهذا الشكل مثلا آتي إلى السيرفر إكسبلورر وأضغط بعد تحديد قاعدة البيانات أضغط على F4 وتظهر لي نافذة البروبرتيز. أقوم بنسخ نص الاتصال وألصقه هنا. أغلق المزدوجة ثم آتي وأتحقق من عدد المزدوجات. طبعا هنا سأحتاج إلى مزدوجة البداية. هنا البروفايدر عندي البارامتر الأول البروفايدر يساوي microsoft.ace.oledb.12.0. هذا هو البروفايدر الخاص بالتعامل مع قواعد البيانات من نوع Microsoft Access النسخة 2007. وهنا داتا سورس مسار ملف قاعدة البيانات. طبعا بدل كتابة هذا العنوان الطويل سأقوم بعمل معين. أحذف كل هذا المسار. أترك فقط اسم قاعدة البيانات mydata.accdb. الامتداد ضروري جدا. أحذف فقط المسار وأترك اسم الملف كاملا data source يساوي اسم قاعدة البيانات بامتدادها. ماذا بعد ذلك؟ سآتي وأقوم بنسخ قاعدة البيانات وأضعها في ملف الديبوج إلى جانب الملف التنفيذي. على بركة الله آتي إلى هنا إلى ملف solution وأختار هذا الأمر show all files لمشاهدة كل مجلدات المشروع. ثم آتي إلى مجلد bin ثم مجلد ديبوج. هذا هو الملف التنفيذي سيوجد في ملف الديبوج. طبعا لأننا لم ننفذ المشروع بعد فهو لم يتكون بعد لم يتم إنشاؤه. ننزل ونسحب قاعدة البيانات MyData نسحبها داخل مجلد الديبوج بهذا الشكل. ستظهر لي هذه النافذة. أعمل Cancel لست بحاجة إليها. لاحظوا تم نقل الملف الخاص بقاعدة البيانات داخل مجلد الديبوج. الآن صار بإمكان استعماله بهذه الصيغة من دون الحاجة إلى كتابة المسار كاملا. يعني حتى لو قمت بتحسين البرنامج وتنصيبه على أي حاسوب فلن يحدث معي مشكل في مسار ملف قاعدة البيانات. بإمكاني أيضا أن أكتب startup application.startup لكن هكذا أفضل لربح الوقت. لاحظوا إخواني قمنا بإنشاء كائن الاتصال يتكون من بارامترين. البارامتر provider لتحديد مزود البيانات قلنا 12.0 الخاصة بالأكسس 2007 والdata source لتحديد مسار الوصول إلى قاعدة البيانات من نوع أكسس. هنا Data Adapter لجلب البيانات، Data Table لاستقبال البيانات التي يقوم Data Adapter بجلبها وتخزينها في الذاكرة من أجل استغلالها
على سبيل المثال عربية في أداة داتا ريفيو. هذا كل ما في الأمر إخواني وأخواتي، نأتي على بركة الله وندخل إلى الفورم لود لتعبئة الداتا ريفيو بجميع البيانات القادمة من الداتابيز. دبل كليك، لاحظوا تم الدخول إلى الفورم لود. أول شيء نكتب دار أدابتر يساوي نيو أولي دي بي داتا أدابتر، ثم هنا استعلام جلب البيانات، ثم فاصلة الكونكشن. سنقوم بجلب كل البيانات بدون شرط. سيلكت ستار فروم اسم الجدول اسميناه تيبل تيست، واضحة؟ ماذا يعني هذا السطر؟ يعني الخادم، قلنا لهذا الخادم الذي اسميناه داتا أدابتر اذهب واجلب لي كل البيانات الموجودة في الجدول المسمى تيبل تيست عبر هذه الكونكشن. وهذه الكونكشن طبعا فيها مزود البيانات وفيها مسار الوصول إلى قاعدة البيانات. ثم بعد ذلك نقوم بتعبئة داتا تيبل بالبيانات القادمة عبر الداتا أدابتر داتا أدابتر دوت فايل دي تي. الآن قمنا بتخزين البيانات القادمة من جدول تيبل تيست في الداتا تيبل وهو جدول وهمي. قلنا نستطيع استخدام داتا تيبل أو داتا سيت، ممتاز. الآن نأتي ونكتب داتا جريد فيو 1 دوت داتا سورس يساوي دي تي بجعل الداتا تيبل مصدرا لبيانات الداتا جريد فيو 1. نعمل ستارت لنشاهد النتيجة، ممتاز. لاحظوا عندي سطرين في جدول تيبل تيست تم إظهارهما في الداتا جريد فيو. هذا الفراغ الموجود هنا ناحية الناحية الجانبية للداتا جريد فيو بإمكان إلغائه عبر تمديد خانات الداتا جريد فيو. آتي إلى الداتا جريد فيو ثم أذهب إلى نافذة البروبرتيز وأبحث عن خاصية أوتو سايز كولون مود. أوتو سايز كولون مود هذه الخاصية، بدل القيمة نان نعطيها القيمة فايل. لاحظوا جميل جدا، هكذا أفضل. الآن إخواني وأخواتي سنقوم باختيار التاريخ الأول ثم التاريخ الثاني ثم نضغط على زر البحث ليتم إظهار النتائج الموجودة بين هذين التاريخين، واضحة؟ طيب على بركة الله، الأمر بسيط جدا، ركزوا معي بارك الله فيكم، لأن هذا المشكل يشتكي منه الكثير من الإخوة والأخوات. أقوم بنسخ هذا الكود، لا أغير عليه شيئا، كوبي ثم باست. لكن قبل أن أعبي الداتا تيبل ينبغي أن أفرغها من بياناتها الأولى لكي لا تتكرر البيانات. أعمل لها dt.clear. هنا ما هو الشرط؟ عندي شرط، والشرط يكتب بعد الكلمة where. الشرط هو التاريخ الموجود في قاعدة البيانات ينبغي أن يكون محصورا بين .timepicker1 و .timepicker2، واضح يا إخواني؟ نكتب where، لا أدري، لا أذكر اسم الحقل، هل اسميته date login أو أي اسم آخر؟ نعم اسميته date login مفروقة underscore where date login. ركزوا بارك الله فيكم، سأخفي هذه النوافذ لكي يظهر الكود بوضوح. between يعني بين، هذه أوامر SQL كلها موجودة في كتاب الشرح الوفي. where date login between التاريخ الأول، طبعا التاريخ في الأكسس يكتب بين هاش، رمز الهاش، ثم أغلق ثم أدمجها مع date timepicker 1.value ثم end ثم أتي إلى هنا وأغلق الهاش. هذا هو التاريخ الأول، لاحظوا القيمة value الخاصة بالديت تيم بيكر مكتوبة بين رمزي هاش محصورة بين دات تيم بيكر 1 و، يعني and دات تيم بيكر 2 دوت value ثم أغلق الهاش ثم أغلق المزدوجة. هذا كل ما في الأمر إخواني وأخواتي. select star from table test where date login between يعني بين القيمة الأولى وهي date timepicker 1 و and القيمة الثانية وهي date timepicker 2، وطبعا كل قيمة تاريخية نكتبها بين رمزي هاش. هذا كل ما في الأمر إخواني وأخواتي. ثم نقوم بتعبئة البيانات الجديدة في الداتا تيبل بعد أن نقوم بإفراغها، ثم نعرض النتائج في الداتا جريد فيو. على بركة الله ننفذ ونشاهد. لاحظوا عندي هنا
التاريخ الأول 17/9، سأختار قيمة أصغر من هذه القيمة في التاريخ الأول. مثلا بدل 17/9 سأختار مثلا 4 سبتمبر، يعني 4/9. وفي التاريخ الثاني سأختار 18/9. في هذه الحالة عند الضغط على زر ابحث، ما الذي ينبغي أن يظهر؟ ينبغي أن يظهر هذا السطر الأول فقط، لأن هذا التاريخ هو الموجود بين 4 وبين 18 17. أما 27 فهو أكبر من 18 ولا ينبغي أن يظهر. أضغط على ابحث، لاحظوا تم البحث بعملية أو تم البحث بنجاح. الآن سأكبر، بدل 18 سأكتب مثلا 28. الآن ينبغي أن يظهر التاريخان معا، لأن 27 أصغر من 28. ممتاز. الآن سأختار قيمة أكبر من 17، مثلا من 22 إلى 28 سبتمبر، يعني ينبغي أن يظهر السطر الثاني فقط. ابحث. ممتاز. إذا عملية البحث تمت بنجاح إخواني وأخواتي. هذا كل ما في الأمر. هذا المقطع سجلته لأنني وجدت العديد من الإخوة والأخوات يشكون من هذا الأمر. طبعا هنالك طرق عديدة للقيام بعملية البحث في التواريخ، أسهلها هو استخدام الأمر هاش ومراعاة كتابة السنتاكس. واضح يا إخواني؟ نكتفي بهذا القدر. أدعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.